حول العالم، رصد لأهم القضايا الدولية وتحليل لأبعادها وخلفياتها. حول العالم مع خليل درنان. أهلا بكم. للأسبوع الثالث تتواصل مظاهر التصعيد بقطاع غزة، قصف متواصل من قبل إسرائيل، ارتفاع في أعداد الضحايا، 1,400,000 نازح ودمار هم البنى التحتية في القطاع. خارج حدود غزة التصعيد زاد الهوة والانقسام بين الدول الغربية وباقي دول العالم، خصوصا الدول العربية. اختلاف في وجهات النظر بدا جليا من خلال دعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الواضح والصريح لما قالت إنه حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، فيما اكتفت بلدان أخرى بالدعوة إلى تجنب التصعيد. فكيف تبدو الأوضاع الميدانية بعد دخول المواجهة أسبوعها الثالث؟ هل يؤثر الانقسام الدولي على مسار الحل السلمي والتوصل إلى هدنة إنسانية في أسرع وقت ممكن؟ وهل يمكن اعتبار الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط اليوم تحولا كبيرا سيغير الكثير من المعالم بالمنطقة؟ محاور وأخرى نناقشها مع ضيوفنا من باريس. معنا الأستاذ محمد الألفي، الخبير في الشؤون السياسية. مرحبا أستاذ الألفي. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المستمعين الكرام والزميل العزيز الدكتور كريم عايش. ومن الرباط معنا الأستاذ كريم عايش، الأستاذ الباحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية. أستاذ كريم مرحبا. مرحبا وشكرا على الدعوة الكريمة، وتحياتي للدكتور الألفي من باريس. بارك الله فيك. أبدأ معك أستاذ الألفي. في الأسبوع الثالث إسرائيل تواصل قصف القطاع، عدد القتلى تجاوز عتبة 5,000، والوصول إلى وقف لإطلاق النار يبدو بعيد المنال على الأقل في المنظور القريب. تقييمكم أستاذ الألفي للأوضاع بالمنطقة بعد أزيد من أسبوعين من بدء التصعيد؟ الحقيقة حضرتك يعني خلينا نبتدي في مسألة التصعيد المستمر من 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة. إسرائيل تجاوزت بما تفعل الآن حق الدفاع عن النفس في ردها المبالغ فيه، ولم يتوقف الأمر على القطاع غزة. إذا كان بنقول إن في حماس في غزة، طب ما هو بيمارس نفس الضغط على واعتقالات يومية وإطلاق نار في الضفة وفي مناطق أخرى. إذن القصة ليست حماس. التصريحات الواردة حتى مؤخرا، قادة الجيش الإسرائيلي بيقولوا صح احنا متأنين في العملية البرية تخوفا من حجم الخسائر، ولكن هي قائمة بشكل كبير وسنستمر في الجاهزين، احنا سنقوم بعملية طويلة الأمد في حصار القطاع وفي إزالة المخاطر. وطبعا حضرتك تفضلت في المقدمة وقلت انه 1,400,000 دول نزحوا من شمال القطاع إلى جنوب القطاع، وبالتالي المنطقة اللي هيحصل عليها التكدس فيها نقص في السلع، في الخدمات، في الخدمات الأساسية، المياه والكهرباء والأدوية والغذاء والأمن أيضا. وبالتالي أنت بتجيب حوالي 2,300,000 أو يصل 350,000 في منطقة واحدة. إذن الهدف هو تفجير سكان هذا القطاع، أنه بفكرة التهجير إلى 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 سيناء اللي هي مطروحة، وتهجير سكان الضفة الغربية إلى الأردن، وده رفض من مصر ومن الأردن ومن المجموعة العربية في قمة السلام الأخيرة في القاهرة. سنعود لكل هذه التداعيات من خلال نقاشنا في حلقة اليوم. أستاذ كريم عايش، في ظل القراءة التي قدمها الأستاذ محمد الألفي، معبر رفح فتح أمام المساعدات الإنسانية، حماس يعني أطلقت سراح المزيد من الرهائن، والأمر يتعلق براهنتين إسرائيليتين هذه المرة، هل نتحدث عن مبادرات من الجانبين لتهدئة الأوضاع رغم استمرار الحديث عن الهجوم البري الإسرائيلي على القطاع؟ صحيح، هو الآن عشية الاستعدادات للاجتياح الإسرائيلي الجديد لقطاع غزة، وليس باجتياح جديد، لأننا نتذكر إخلاء القوات الإسرائيلية لقطاع غزة وما اعتبره الساسة الإسرائيليون انتكاسة وهزيمة لسياستهم تجاه الفلسطينيين. الوضع الآن أكثر مأساوية وأكثر يعني دموية، ويحتاج
إلى الكثير من الجهد والكثير من المبادرات السياسية والدبلوماسية والإنسانية. ففتح معبر رفح ودخول كميات محدودة من الأدوية والأغذية والمواد الطبية، أعتقد أن هذه الكمية على حسب تصريح يعني وزير الصحة في القطاع والأطباء العاملين في المستشفيات وبعض أعضاء المجتمع المدني الفلسطيني، على أنها ليست كافية بتاتا لسد الخصاص الكبير والمهول. ولقد تابعنا يعني ليلة أمس انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من المستشفيات بسبب نفاد الوقود الذي تعتمد عليه هذه المستشفيات أو ما يعرف بالسولار من أجل تشغيل المحركات الكهربائية التي تمكن من إنارة المستشفيات وتوفير الكهرباء لبقية الأجهزة الإلكترونية. أعتقد أنه المبادرات ضرورية ويجب أن تكون كثيفة، وعلى المجتمع الدولي يعني التدخل بقوة قصد أن تحول تلك المبادرات المعزولة بين الطرفين، سواء بين الجانب الإسرائيلي أو الجانب الفلسطيني، إلى مبادرات يعني كثيرة وملموسة تدفع باتجاه إقرار وقف لإطلاق النار والاجتماع حول طاولة مفاوضات تمكن من مناقشة كل الملفات بما فيها الأسرى وما فيها يعني الاعتداءات يعني المسؤوليات، يعني ترتيب المسؤوليات على كل الأطراف فيما يخص الوضع المأساوي الذي يعرفه قطاع غزة. طيب. وأيضا الأوضاع المتفجرة التي تعرفها الضفة الغربية. نعم. والاجتياحات المتكررة لمدن الخليل ونابلس وما إلى ذلك. طيب هذا النقاش أستاذ الألفي يدفعنا إلى التساؤل عن الإمكانيات المتاحة اليوم أمام الجيش الإسرائيلي للاجتياح البري والمخاوف الدولية من الوقوع في المزيد من الضحايا وجر المنطقة إلى المزيد من التصعيد. حضرتك مسألة الاجتياح البري ليست بالأمر الهين، لأنه هم يعلموا تماما أن الاجتياح البري في العلوم العسكرية للمدن هو مقبرة الجيوش، لأنه الاشتباك من النقطة صفر، وده بيستخدمه العسكريين، يصب في صالح المقاومة الفلسطينية أيا كان مسمعها. وبالتالي لدى المقاومة الفلسطينية أنفاق عبارة عن شبكة عنكبوتية. نعم. تحت الأرض في غزة، وهذا يزيد من الخسائر البشرية والمعدات في حالة الاجتياح البري. لكن ما يحدث الآن، احنا أمام مشهد بيتشكل. حضرتك تفضلت في المقدمة وتكلمت عن تهجير 1,400,000 من شمال القطاع إلى جنوب القطاع. ده هو الحاصل. الحل الوحيد الآن هو أنه لا يدخل إلا، وده ما يحدث الآن، إلا بسياسة أن يحرق الأرض بما عليها. وهذا ما نراه، لأنه نرى قصف جوي وبري بالمدفعية وبحري على قطاع غزة من البحر، يعني تدمير البنى التحتية في القطاع بالكامل. يا فندم، حضرتك محق تماما، تدمير البنى التحتية بالكامل، وبالتالي يستطيع أن يدخل. لكن هو ربما يؤجل فكرة الضغط على ترحيل السكان القطاع إلى غزة، من غزة إلى سيناء، ربما يتخلى عن هذه الفكرة في هذه المرحلة، ولكن يصنع القنبلة الموقوتة على حدود الدولة المصرية من هنا ومسيلتها من الضفة إلى الأردن. وبالتالي هو قد يخلق ما يطلق عليه أرض محروقة بنظام البافر زون، إن هو يخلي شمال القطاع ويجعل الأيام القاسية لا يتحمل أهل القطاع، وبالتالي يحقق ما يريد لاحقا هذا الأمر. والحقيقة الفلسطينيين نفسهم قالوا لن نغادر تحت أي مسمى ولن نخطئ خطأ ما حدث في النكبة الأولى. فهنا هو أمام كمان رؤية خاصة جديدة مع أجيال جديدة لا تريد مغادرة الأرض، عكس ما حدث في 48 وما قبل وما بعد. ولكن هذه المسألة أمريكا اليوم تعطي غطاء كبير للإدارة الإسرائيلية بالقيام بما تريد. وهذا ما يرجح إمكانية توسع بقعة الحرب في المنطقة، خصوصا في المنطقة بعد تبادل. نعم. القصف بين حزب الله وإسرائيل
التعزيزات العسكرية الأمريكية التي ذكرتم أستاذ الألفي، وهي مع الإعاز بنشر المزيد من القوات في الشرق الأوسط، فهل تتجه بنظركم للمنطقة إلى المزيد من التصعيد، وهل تتوقعون دخول قوة إقليمية أخرى في النزاع بالشرق الأوسط؟ الحقيقة مسألة توسيع نطاق الاشتباك هي بدأت بتحذيرات اجتماع السفيرة الأمريكية مع السيد نبيه في بيروت مع السيد نبيه بري منذ أيام، رئيس مجلس النواب اللبناني، وتحذيره أن إذا دخل حزب الله فإن أمريكا تتدخل في الصراع مباشرة. أعقب تحذير حزب الله عن طريق السفير الفرنسي في بيروت أيضا لا تقوم بأي عمليات، لأنه سيتم إحراق لبنان بالكامل. وتوجهت الولايات المتحدة تحذير لإيران بلغة دبلوماسية، نحن لا نريد اتساع الصراع، ولكن عليكم ألا تقوموا بأي شيء، لا أنتم ولا من يعمل لصالحكم. وحتى الأمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني رد على هذه الرسالة وقال نصا: نحن لا نريد توسيع الصراع ولا نريد أن ندخل في صراع إلا في حالة الاجتياح البري لقطاع غزة. لكن الموقف الإيراني دايما، خلينا أقول لحضرتك، يعني هو بتعبير بسيط جدا، هو لديه أدوات يعمل بها، ودائما المدرب لا ينزل إلى الملعب بل يعتمد على لاعبين مختلفين في مناطق مختلفة. ده الموقف الإيراني الذي يصنع ما فكرة جبهة المقاومة في المنطقة، وبالتالي هو يحقق مصالحه. الأمر مشتعل، لبنان فعلا في وضع اقتصادي قاسي جدا، التحذيرات، الطيران الإسرائيلي دخل ضرب مطار دمشق ومطار حلب وأخرجهم من الخدمة، واليوم اللي بيروح سوريا لازم ينزل مطار اللاذقية. قاموا بعمليات ضد حزب الله، القصف مستمر بقاله أسبوع، قصف مدفعي وقصف طائرات، وبالتالي وحتى حدث قصف من بعض الميليشيات التابعة لإيران على قاعدة عين الأسد في العراق. الأمور كلها مرجحة للاشتعال واتساع حرب إقليمية. نعم. طيب واضح الأمور. ننتقل إلى المواقف الدولية من هذا النزاع. أستاذ كريم عيش، كيف تفسرون هذا الانقسام واتساع هو بين القوى الدولية، وهل يزيد ذلك من حدة التوتر وصعوبة إيجاد مخرج للأزمة؟ مع الأسف المجتمع الدولي كان قد اعتبر أن القضية الفلسطينية قد خرجت من أجندة أولوياته فيما يتعلق بجهودها الدبلوماسية، على اعتبار أن الأطراف لم تتفق حول استئناف مفاوضات السلام، وبقي اتفاق أوسلو معلقا إلى أن أعلن الرئيس الفلسطيني وقف العمل به. لذلك فانقسام المواقف الدولية وأمر يعني أمر طبيعي، خاصة أن الدول الغربية تصنف حركة حماس على أنها منظمة إرهابية، وبالتالي فبإطلاقها للهجوم يعني صباح 7 أكتوبر فهي تصنف هذا الهجوم على أنه هجوم إرهابي وتتعامل مع الموضوع بهذا المنظور، خلافا للمسألة الإنسانية والتي ينضم إليها ويتبناها العالم العربي وتتبناها الضمائر الحية، على اعتبار أن الهجوم على غزة خرج عن نطاق الرد على الهجوم العسكري لحماس، وصار يستهدف المدنيين ويستهدف دور العبادة والمستشفيات والأبراج السكنية. وأضيف إلى هذا الهجوم وهذا القصف الكثيف قطع الماء والكهرباء ومنع إيصال الوقود وإغلاق المعابر الإنسانية وخاصة معبر رفح. وقد لاحظنا أن الطيران الإسرائيلي قد قصف الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ويعني أصدر تهديدا للجانب المصري والجانب الأردني بعدم التعامل مع مختلف الفصائل الفلسطينية، ويعني طلب من الفلسطينيين الانتقال إلى الجنوب، ومنهم الأصوات التي نادت بهجرة وبتهجير الفلسطينيين إلى سيناء. هذا الأمر يعني يبين مدى عدم اتفاق المجتمع الدولي حول التعامل مع الأحداث في غزة،
على الصعيد العالمي. نعم، هذا الشرخ ظهر في القمة الدولية التي انعقدت بالقاهرة وجمعت أزيد من 30 دولة. كان يفترض بقمة السلام أستاذ الألفي أن تكون خطوة نحو إيجاد حل للمواجهة بين إسرائيل وحركة حماس، إلا أن نتائجها كشفت بشكل أساسي خطوط الصدع القائمة بين العرب والغرب حول القضية الفلسطينية. أمر طبيعي، وأنا بعتبرها قمة كاشفة أهم من صدور بيان نهائي. هو حتى البيان اللي صدر بيان عن رئاسة الجمهورية المصرية بعد عدم التوافق على بيان إدانة حتى للطرفين اللي بينهم الصراع، لأنه وده أمر طبيعي أنه الموقف الغربي يساند إسرائيل، لأنه إسرائيل هي الولايات المتحدة قالت نصا على لسان جو بايدن: إذا لم تكن هناك إسرائيل لقمت بابتكارها. الولايات المتحدة قالت تحديدا: نحن هنا لضمان عدم دخول طرف ثالث في الأزمة. إذن هي توفر الغطاء المباشر والرسائل الواضحة لدول المنطقة. يعني حتى خلينا أقول لحضرتك، صدرت التعليمات لكافة وسائل السوشيال ميديا بحجب الآراء التي تساند، ولكن يعني حتى حصل اختبار بسيط أول أمس لما دبابة إسرائيلية على معبر كرم أبو سالم، لأنه كما تعلم حضرتك السادة المستمعين بين مصر وإسرائيل 7 معابر، من ضمنهم رفح وكرم أبو سالم وآخرين، وبالتالي قالوا كنا ننظف ماسورة الدبابة، وأطلقت الدبابة أمام برج مراقبة لم تقصفه، ولكن أصيب 9 جنود بشظايا. ده مرحلة اختبار للجاهزية، هل مصر جاهزة للرد؟ واعتذروا في الحال وقالوا نحن أخطأنا بالخطأ، إسرائيلي أصدر اعتذار، وبالتالي نحن أمام مراحل عض أصابع واستنفار كل طرف للآخر. لكن طبعا من هذه الناحية الدولة المصرية كإدارة دائما لا تجر إلى معركة لم تحدد توقيتها ولا أدواتها ولا أرضها. وبالتالي هذا كان التست خاطئ في هذا الاتجاه، ولكن القاهرة تريد أن تلعب دور التهدئة في المنطقة وإحداث سلام. واليوم في جلسة، يعني في مجلس جلسة في الأمم المتحدة، جلسة في جلسة الخميس القادم، على أساس أن الدول حتى التي قالت نساند إسرائيل بصورة مباشرة، الرئيس إيمانويل ماكرو في قال نقدم كل الدعم لإسرائيل، ولكننا نريد أن نذهب إلى وقف إطلاق نار وإدخال مساعدات بشكل أكبر، ثم نذهب إلى عملية سلام. وهذا الكلام نحن نسمعه منذ عقود وقرون. المشكلة الكبرى الآن أن الولايات المتحدة هي التي تدير الأمر وليس إسرائيل وحدها، بمعنى أنه قيادة العمليات تتم من على حاملات الطائرات. وبالتالي اليوم عليك أن، يعني إذا كان قطاع غزة بيدخله كل يوم بحكم القرب من الحدود المصرية، فكل احتياجاته كان بيأخذها من مصر حتى على سبيل التبادل التجاري. اليوم الاحتياجات الأساسية زي ما تفضل الزميل العزيز الدكتور كريم عايش بتدخل بحدودها الدنيا. وبالتالي احنا لدينا 3600 طن من المساعدات الطبية والمبردات اللي تحمل دماء وتحمل كل شيء وأغذية وأدوية، دي من الجانب المصري، هذا غير ما يأتي إلى مطار العريش. وبالتالي كل هذا يدخل يعني بقدر بحد الأدنى 20 شاحنة 15 شاحنة، رغم أن ما هو موجود يكفي أكثر من 1500 شاحنة، وبالتالي هذا تضييق على القطاع. نعم، كسؤال أخير سيكاري معيش، هل يمكن وصف الأحداث التي نعيشها اليوم بالشرق الأوسط بنقطة التحول الكبير التي ربما تغير الكثير من المفاهيم في المنطقة؟ الشرق الأوسط يعرف منذ 1973 على أنه برميل بارود قابل للانفجار في أي لحظة، وقد يعني على مر التاريخ لاحظنا أن مجرد أحداث بسيطة كانت كافية لإشعال شرارة يعني ردود أفعال كبيرة، آخرها كانت الانتفاضة الفلسطينية التي انطلقت بمجرد زيارة واستباحة لباحة المسجد الأقصى من طرف أرييل شارون.
يعني الحديث عن الشرق الأوسط وخاصة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسيبقى دائما حديث الأخبار وحديث الساعة طالما أن الدولة الفلسطينية لم تقم بعد، والتي عاصمتها هي القدس الشرقية، وطالما أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لم يتم احترامها، فلا بد أن نتابع يعني بين الفينة والأخرى أحداثا يعني تثير الاهتمام وتزيد يعني من الضغط على المجتمع الدولي من أجل إيجاد حلول ناجعة ويعني إدخال كافة الشركاء. أعتقد أنه باتفاق مع الدكتور الألفي حول العديد من النقط، إلا أنني أختلف معه بخصوص الدور الأمريكي والغربي في رعاية المفاوضات ورعاية الحل النهائي، أي حل الدولتين. فهي دول أساسية في على مستوى العالم، وتتمتع بنفوذ كبير ومصداقية بالنسبة لتحريك آلياتها الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية. لذلك فربما يجب أن تكون المبادرة تشاركية دولية لأن يتم فرض وقف إطلاق النار وليس طلبه، والتعامل مع الأوضاع الإنسانية أولاً، ثم يعني الدخول في مفاوضات لحل كل الإشكالات العالقة، والدفع بعملية السلام وإقرار يعني حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية، وتمكين الفلسطينيين من العودة إلى أراضيهم والتمتع بالجواز السفر والعملة الوطنية وحياة كريمة مثلهم مثل بقية شعوب الشرق الأوسط. نعم، وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من حول العالم. كان معنا من باريس الأستاذ محمد الألفي الخبير في الشؤون السياسية. شكرا جزيلا لك أستاذ الألفي. شكرا لحضرتك ولكل فريق العمل والسادة المستمعين الكرام والزميل العزيز الدكتور كريم عيش. ومن الرباط صاحبنا الأستاذ كريم عيش، الأستاذ الباحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية. شكرا جزيلا أستاذ كريم. شكرا لكم وشكرا للفريق العامل ولزميلي الدكتور الألفي ولكافة المستمعين. الشكر الموصول لطاقم هذه الحلقة، إيمان ناصح في الإخراج، وهذا خليل درنان يحييكم في أمان الله. حول العالم، رصد لأهم القضايا الدولية وتحليل لأبعادها وخلفياتها. حول العالم مع خليل درنان. We'll be right back.